يحملون راية الوطن عالية شامخة، ضمائرهم للعز والكرامة وعيون لا تنام. في عيونهم تتلألأ قصة فخر، وفي أقلامهم يسطرون عبق الميدان. يا نشامة يحيا عزكم، فأنتم حماة الوطن ودرع الأمل. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب من خلال شاشة التلفزيون الأردني وعبر منصات التواصل الاجتماعي في حلقة جديدة من برنامج نشام الوطن. حياكم الله، أخبار جديدة وفقرات متنوعة نقدمها لكم الليلة لنطلعكم على أبرز أحداث القوات المسلحة، ونبدأ أولها بفقرة الأخبار، لكن بعد قليل كونوا معنا. أحدث الأخبار والنشاطات المتعلقة بالقوات المسلحة الأردنية تطلعكم عليها الملازم أول خلود أزويري. إليك. نعم أحمد، مشاهدين نقدم لحضراتكم أهم وأبرز العناوين لهذا الأسبوع، ونستهلها بأبرز العناوين، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدين من جديد، ونستهل معكم أخبار هذا الأسبوع بأهم وأبرز العناوين. نائب الملك يتابع تمرين صقور الهواشم 4 الليلي. تابع نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد تمرين صقور الهواشم 4 الليلي ضمن فعاليات تخريج دورة الطيران التعبوي المتقدم 13 في أحد ميادين التدريب. وكان في استقبال سموه لدى وصوله رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير الأمن العام بالإنابة العميد أنور الطراونة، وقائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد حيصات. واستمع سمو ولي العهد إلى إجاز عن التمرين الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التدريبية لدى الطيارين والعاملين في النقل الجوي، وتأهيل عدد من الطيارين الإناث على طائرات ليتل بيرد للمشاركة بالواجبات الليلية والنهارية كسابقة في سلاح الجو الملكي. ونفذ التمرين مرتبات قاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية بمشاركة مجموعة الملك عبد الله الثاني للقوات الخاصة ولواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدخل السريع والشرطة الخاصة في مديرية الأمن العام. وسلم سمو ولي العهد في نهاية التمرين الشهادات لخريجي الدورة. إلى الخبر التالي مشاهدينا، اللواء الركن الحناطي يزور مديرية سلاح الهندسة الملكي وقيادة مجموعة نقل المواد والمحروقات. زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء ركن يوسف أحمد الحنيطي مديرية سلاح الهندسة الملكي، واستمع اللواء ركن الحنيطي إلى إجاز قدمه مدير سلاح الهندسة بيّن فيه إنجازات المديرية. وافتتح اللواء ركن الحنيطي المستودعات النموذجية، مستودع المهمات الكيماوية، ومستودع الجسور، ومستودعات الدفاعية الهندسية،
والمستودعات الفنية الخاصة بوحدات سلاح الهندسة الملكية التي تم بناؤها وأتمتتها لجميع وحدات القوات المسلحة. وفي سياق متصل زار اللواء ركن الحنيطي قيادة مجموعة نقل المواد والمحروقات إحدى مجموعات النقل العام التابعة لمديرية التموين والنقل الملكي، واستمع إلى إجاز قدمه مدير التموين والنقل الملكي بيّن فيه واجبات مجموعة نقل المواد والمحروقات والجهد التي تقوم فيه مديرية التموين والنقل الملكي في نقل وتزويد المستشفيات الميدانية بقطاع غزة والمحطات الجراحية في جنين ورام الله وخان يونس. رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل أمين عام وزارة الدفاع الألمانية. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء ركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيلز هيلمر والوفد المرافق. وبحث اللواء ركن الحنيطي مع الوفد الضيف سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وأوجه التنسيق العسكري المشترك بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين. إلى آخر الأخبار مشاهدينا، القوات المسلحة الأردنية تنفذ 5 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية. نفذت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي 5 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة. وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وثلاث طائرات تابعات للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا معكم لنهاية أخبار هذا الأسبوع، عودة الآن إلى الزميل أحمد. شكرا خلود أبي. العفو. مشاهدين الكرام، بعد قليل باقي فقراتنا شام الوطن، كونوا معنا. تأخذ المعرفة أشكالاً مختلفة وتتدفق بين أيدينا يوماً بعد يوم لتجمع كل الثقافات والمعارف. ننتقل وإياكم مشاهدينا لنتعرف أكثر على صرح عريق من صروح العلم والمعرفة في فقرة قضايا وآراء. إليك أحمد. يعطيك العافية خلود أفندي. الله يعافيك. مكانة مرموقة يربو بها النتاج ليكون معجماً لكل الباحثين والمهتمين. جوهر حوارنا في فقرة قضايا وآراء الليلة عن المكتبة الوطنية الأردنية التي تأسست عام 1975، هي ذاكرة الأردن والحصن الثقافي المشيد الذي نعتز به. إذن معلومات كثيرة سنتناولها اليوم إن شاء الله تعالى مع ضيف فقرة قضايا وآراء، لكن بعد قليل ابقوا معنا تكرما.
احنا في احدى صروح الوطن اللي هو دائره المكتبه الوطنيه اللي هي احدى اذرع وزاره الثقافه، واحنا في هذا الصرح اللي هو ملاذ للاردنيين والباحثين والدارسين للتوثيق معارفهم وخبراتهم، ومن هنا نتعلم كيف نحصل على المعلومه، وهي طبعا تعتبر من الوثائق المهمه التي تشكل ذاكره المؤسسه وذاكره الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في مديرية الوثائق الوطنية نقوم على البحث في الوثائق الحكومية والخاصة والوثائق العثمانية، حيث أجد ضالتي هنا. فمعظم الوثائق العثمانية المتوفرة في الأردن هي في المكتبة الوطنية بشكل عام، وكثير من الباحثين لا يجدون الوثائق العثمانية كما نجدها في هذا المكان، وقليل من الأبحاث والدراسات التي قامت على ترجمة الوثائق العثمانية في الأردن. المكتبة بيتي، كتابي صديقي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بمعيتكم أرحب اليوم بالمدير العام لدائرة المكتبة الوطنية الأردنية الأستاذ الدكتور نضال العياصرة. شرفتي دكتور. الله يزيدك شرف وبارك الله فيك أخي أحمد. هلا دكتور. يا سيدي، المكتبة الوطنية يعني نقدر نحكي بأنها تعتبر المكتبة المركزية للدولة. أي دولة حول العالم، وهي الحاضن الرئيس للثقافة والفكر الذي يخص الدولة. بداية نتعرف معك دكتور عن أبرز المهام اللي تقدمها اليوم المكتبة الوطنية الأردنية. دكتور تفضل. أخي أحمد، بداية اسمح لي أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لك شخصيا وللقائمين على برنامج نشأم الوطن لاستضافتي في هذا البرنامج. الله يكرمك. تفضلت وتكلمت عن ذاكرة الوطن، المكتبة الوطنية، مكتبة الدولة، ذاكرة الآباء والأجداد، ضمير الأمة، هذا الصرح الوطني الذي يؤرخ لمملكتنا الحبيبة بكل ما فيها من إبداع وابتكار وتاريخ. تاريخ. فمن مهام المكتبة الوطنية ووجدت المكتبة الوطنية من أجل أن تحفظ النتاج الفكري الوطني بكافة أشكاله، فهناك رؤية لهذه المكتبة، فرؤيتها هي ذاكرة وطن، ورسالتها هي المحافظة على الذاكرة الوطنية وإدامة هذه الذاكرة ونقلها للأجيال القادمة. طيب كيف نحافظ وكيف نديم من خلالكم اليوم؟ أخي الكريم، المكتبة الوطنية هي مركز إيداع لكل ما ينتج من نتاج معرفي، بغض النظر كان مطبوعا أو سمعي أو بصري أو سمع بصري، ويتم عملية حفظه وفق أسس وأساليب تناسب آلية الحفظ. فقد نستخدم على سبيل المثال الرفوف لحفظ الكتب، وقد نستخدم على سبيل المثال المواد التكنولوجية أو الحاسبات الإلكترونية من أجل حفظ النتاج الفكري الوطني بوسائط إلكترونية حديثة. طيب إذا بدنا نحكي عن الكتب، أنا اللي بعرفه أنه مو ضروري المكتبة تقتصر بس على الكتب، يعني ممكن نجد في المكتبة الوطنية الأردنية خرائط، مقتنيات أخرى، ربما حتى تسجيلات صوتية. بالتأكيد أخي أحمد، مصادر المعلومات التي تدون عليها المعرفة الإنسانية متعددة،
فإذا عدنا للتاريخ كان الإنسان يستخدم المخطوطات وكان يستخدم الرقم الطينية وكان يستخدم العظام. صحيح. لكن مع التطورات أصبح عندنا وسائل مختلفة، وسائل. فعلى سبيل المثال زي ما تفضلت الآن الورق بالنسبة للكتب، الخرائط المواد غير الكتب، المواد السمعية إذا بنحكي عن التسجيلات الصوتية، السمعة بصرية إذا بنحكي عن المواد غير المطبوعة، بالإضافة إلى المصادر الإلكترونية سواء كانت على الوسائط الملموسة كالسيديز والفلاش والDVD، وأيضا الآن بنحكي عن قواعد البيانات ونحكي عن الحوسبة السحابية، نقوم بعملية حفظ النتاج المعرفي بكافة أشكاله. طيب شو عندنا إذا سمحت دكتور تذكر لنا أمثلة يعني من المقتنيات الموجودة الآن في المكتبة من مذكرات سابقة اللي توضح للمشاهد تاريخ الأردن؟ أخي الكريم، إذا أردنا أن نتكلم عن تاريخ مملكتنا الحبيبة، تاريخ مملكتنا الحبيبة غني بالوثائق. فعلى سبيل المثال إلى الحصر، طبعا آخر شيء أصدرته المكتبة الوطنية هي جريدة الشرق العربي، واللي إن شاء الله رح نحتفل قريبا بإشهار هذه الجريدة التي صدر أول عدد منها عام 1923. فعلى سبيل المثال يعني بعد تأسيس الإمارة بسنتين. نعم، فهذا على سبيل المثال بالنسبة للجريدة الرسمية والورقي، إضافة إلى الكتب أخي الكريم، إضافة إلى ما كان يسجل على الوسائط الأخرى. إذا بدنا نحكي على المصغرات الفيلمية كالمايكروفيلم والمايكروفيش، احنا بنعرف أعراسنا على سبيل المثال، مناسباتنا الوطنية كانت تبث من خلال محطات التلفزة، وكان يتم عملية تسجيلها على الكاسيتات اللي بنعرفها احنا في ذلك. صحيح. الوقت من مقترياتنا هذه الكاسيتات، سواء كانت التي كنا نستخدمها بالفيديو، تسجيل من خلال الفيديو، أو التسجيلات الصوتية الكاسيت العادي. طب نقدر نحكي الآن دكتور كل المعلومات القديمة التاريخية عن الأردن من خرائط ومن كذا للباحث، للي بده يطلع، للمواطن العادي أو المواطن حتى المسؤول، نقدر نلقى أي معلومة تاريخية عندكم؟ أخي الكريم، يجب أن نعرف ماذا؟ بأن المكتبة الوطنية الأردنية دائما أنا بقول، وسامحوني إخواننا المشاهدين، هي ثلاثة بواحد. كيف؟ شو يعني ثلاثة بواحد؟ هي مكتبة إذاعية، كل كتاب أو كل مصدر من مصادر المعلومات يطبع أو ينتج يجب أن يودع منه نسخة في المكتبة الوطنية. إذن هي مكتبة إذاعية، مكتبة إذاعية تودع فيها، توضع فيها ما يتم نشره أو طباعته أو تسجيله وفق شروط. طبعا بالتأكيد. أيضا المكتبة الوطنية هي عبارة عن أرشيف وطني، في بعض الدول يطلق عليه دار المحفوظات، في بعض الدول يطلق عليه الأرشيف الوطني، لكن المكتبة الوطنية هي مكتبة إذاعية، لاحظ، وهي أرشيف وطني، وأيضا هناك مكتب يعنى بالحفاظ على حق المؤلف والحقوق المجاورة. احنا بنسميه عندنا في المكتبة الوطنية مكتب حق المؤلف والحقوق المجاورة، من أجل أن لا يكون هناك اعتداء على المؤلفين والمبدعين والمبتكرين. في بعض الدول هناك مكتبة إذاعية لحال، أرشيف وطني لحال، ومؤسسة تعنى بحق المؤلف والحقوق المجاورة. عند هاي النقطة دكتور أقدر أعتبر هاي ميزة تتميز فيها المكتبة الوطنية الأردنية عن باقي المكتبات الموجودة حتى دوليا أو عالميا؟ 100% بصراحة. بجوز في على المستوى العالمي في نموذجين فقط، وبجوز حتى مش موجود الآن، ممكن يكون أرشيف وطني على سبيل المثال ومكتبة إذاعية، أو يكون مكتب حق مؤلف ومكتبة إذاعية، لكن ثلاثة بواحد حد علمي أنا مش موجود على المستوى العالمي. يا سيدي احنا نفخر بهيك نماذج وإن شاء الله دائما إلى الأمام. دكتور بدي أرجع شوي معاك على الكتب، قديش اليوم عندنا كتاب في المكتبة؟ أخي أحمد، المكتبة الوطنية أسست بال 75 في عهد الملك الراحل حسين بن طلال طيب الله ثراه عام 1975، مشان الآن يكون في تصور لدى إخواننا المشاهدين. طب وتطورت ونمت وازدهرت في عهد الملك المعزز عبد الله الثاني بن حسين المعظم، عندما زار المكتبة الوطنية
2003 وأوعز في ذلك الوقت بإنشاء مكتبة عصرية مواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية وتليق بذاكرة الآباء والأجداد. الآن المكتبة الوطنية موجود فيها، إذا بدي أحكي عن الكتب فقط، ما يقارب 250 ألف كتاب، بالإضافة إلى الصحف، مثلا أعداد جريدة الرأي من أول عدد لآخر عدد، على سبيل المثال الجريدة الرسمية اللي كانت تصدر في ذلك في فترة معينة كان يطلق عليها الشرق العربي، الآن الجريدة الرسمية كل أعداد الجريدة الرسمية. وتفضلت أنت وحكيت في البداية أنه في خرائط وفي سمعي وفي بصري. الوثائق عندنا حوالي 3 مليون وثيقة مؤرشف، نعم مؤرشف منهن حوالي 1.5 مليون، نشتغل على أرشفتهم. بالنسبة للصور ما يقارب 0.5 مليون صورة، مأرشف منهم حوالي 400 ألف صورة. وأعتقد الدكتور هذا الشيء بده عناية خاصة لأنه مر وقت طويل على هاي المقتنيات. إحنا أخي الكريم بنقوم بعملية حفظ، يعني لاحظ حتى الصور نضعها في مغلفات مصنوعة من الورق النباتي. الوثيقة قبل ما بنشتغل عليها إحنا عملنا مشفى، الآن بنشتغل على مشفى، في عندنا أجهزة تعقيم تعقم الوثيقة أو الكتاب أو أي وثيقة قبل ما نقوم بعملية العمل عليها وتنظيمها. ففي عندنا أجهزة من خلال الأشعة البنفسجية، في عندنا أجهزة من خلال التبريد درجة الحرارة 40 تحت الصفر، نضع الوثائق في أكياس أو في مغلفات وتوضع في جهاز تعقيم درجة الحرارة تعيته حوالي 40 تحت الصفر كي يقتل هذه الطفيليات الموجودة داخل الورق. دكتور بدي أسألك عن شيء، كيف شغالة المكتبة من خلالكم على تنمية الروح الإبداعية عند البعض، يعني من كتاب من روائيين، كيف إحنا نتبناهم ونحتضنهم في المكتبة؟ المكتبة الوطنية في السنوات الأخيرة غيرت من فلسفتها. كيف؟ فليس حافظة للذاكرة الوطنية فقط، هي عبارة عن مركز إشعاع ثقافي، فمن خلال على سبيل المثال إيداع إبداعات ومصنفات المؤلفين، هذا رقم واحد، ومن خلال تسجيل هذه الإبداعات كي لا يعتدى عليها فيما بعد. إضافة إلى ذلك إحنا كل يوم تقريبا أو يوم بعد يوم عندنا نشاط في المكتبة الوطنية، قد يكون حفل إشهار كتب، قد يتم عملية استضافة شاعر عنده ديوان على سبيل المثال، المحاضرات، الندوات، اللقاءات، المؤتمرات. طب دكتور هل إنه إحنا نستقبل مشاركات من الخارج، من الوطن العربي، دول صديقة، دول مجاورة، ولا المجال مفتوح فقط للمبدعين أو اللي عندهم توجه في المكتبة الوطنية؟ أخي الكريم كل من يرغب، كل من يرغب ولديه الرغبة والإبداع والابتكار في إشهار كتابه أو عمل نشاط له علاقة بالإبداع والابتكار، المكتبة الوطنية ترحب بذلك. طيب مقتنيات المكتبة، إحنا ما نحكي عن كتب فقط تعرف دكتور، طيب مسموح الاستعارة؟ للأسف الشديد بأن المكتبة الوطنية الأردنية وكافة المكتبات العالمية لا تسمح بعملية الإعارة الخارجية. ولاحظ ويأخذوا ما. لاحظ أنا بحكي للأسف ولكن هذا صح. ليش؟ لأنه هي حافظة للذاكرة الوطنية. قد تكون بعض الكتب، قد تكون بعض الكتب نفذت من الطباعة وغير مش موجودة، ومر على نشر هذا الكتاب 50-60 سنة، وتم إعطاء هذا الكتاب للقارئ ليأخذه إلى بيته وفقد هذا الكتاب، لا تستطيع المكتبة الوطنية أن تحصل على نسخ بديلة. لكن بحب أطمنك أخي أحمد، وبحب أطمن المشاهدين أنه نظرا لدخول التكنولوجيا الآن أصبح المستفيد ولو موجود الآن حتى في قارة أخرى يدخل على موقع المكتبة الوطنية ويطلع على الوثائق الإلكترونية، إذن أصبحت الوثائق الآن متاحة وبعض المعلومات متاحة بما لا يتعارض مع قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة. واللي بده يزور المكتبة ويتم استعارة الكتاب داخلين في المكتبة طبعا هذا موجود، متاح الاطلاع الداخلي، متاح بالنسبة للمواد الملموسة بالنسبة أو المحسوسة زي الكتب، ولكن بالنسبة للمصادر الإلكترونية اللي تم تحويلها بشكل إلكتروني المتاحة على الموقع الإلكتروني للمكتبة الوطنية يستطيع أي باحث أن يطلع على هذه المقتنيات دون الحاجة إلى الذهاب للمكتبة الوطنية. دكتور أنتم معنيين بالمحافظة؟
وتجميع كل ما يتعلق بالتوثيق والتاريخ والمكتبات في الأردن من خلال المكتبة الوطنية الأردنية. سوى ذلك من نشاطات من فعاليات بتأديها المكتبة اليوم للترويج لهذه الفكرة إذا صح التعبير. أخي الكريم، حكيت أنا في البداية بالنسبة لعملية حفل الإشهارات، قد تستغرب أنه عندنا في المكتبة الوطنية مكتبة للأطفال وتحتوي على مقتنيات لها علاقة بالطفولة. أيضا لدينا المعارض المتنقلة، ألا تكون فقط هذه المعارض موجودة في المكتبة الوطنية في عمان. فعلى سبيل المثال للحصر، باحتفالات الأردن بمئوية الدولة كان عندنا معرض مئوية الدولة، كنا نأخذ الوثائق والصور وجبنا فيه كافة محافظات المملكة، يعني على العقبة على سبيل المثال نروح نعمل معرض بالعقبة. ليش؟ حتى يطلع المواطن على هذه المقتنيات وعلى هذه الوثائق. احنا على سبيل المثال الآن نحتفل باليوبيل الفضي لتولي جلالة سيدنا، الآن عندنا معرض متنقل بحكي لنا التطورات اللي صارت في عهد جلالة سيدنا في 25 سنة. يعني على سبيل المثال قبل ما أجي اليوم على هذا البرنامج كان في عندنا احتفالية في مدرسة ساكب الثانوية للبنات، تم توزيع حوالي 1000 كتاب على الطلبة، عملنا معرض بحكي تاريخ اليوبيل الفضي لجلال السيد. معرض عادة ما تشمل شرح وتوضيح بالتأكيد، كل صورة أخي الكريم مبروزة موجودة على ستاندات، وهناك شروحات على موثقة، هذه الصورة تعطي معلومات توثيقية سواء بالنسبة للتاريخ أو المناسبة اللي بتحكي عنها هذه الصورة. هاي الأنشطة والفعاليات دكتور، شو رسالة المكتبة يعني من خلالها؟ أكيد المكتبة الوطنية لما بنحكي إنها ذاكرة الوطن، هدفنا أيضا أن نقوم بعملية نقل هاي المعلومات للأجيال القادمة. لاحظ لما نحكي نقل للأجيال القادمة، إحنا الآن قاعدين نطلع على تاريخ الآباء والأجداد من خلال ما يتوفر لدينا من وثائق، من صور، من تسجيلات. وبالتأكيد الآن دائما يقال أخي الكريم، من يمتلك الوثيقة يستطيع أن يكتب التاريخ، فالوثائق هي مصدر رئيسي لكتابة التاريخ. تاريخنا غني سواء بكل المجالات، سواء كانت المجالات العسكرية أو التعليمية أو الصحية أو غير ذلك. فإحنا بصراحة بحقنا أن نتفاخر كأردنيين بإنجازاتنا اللي صارت في المحلو. وإحنا دائما نقول دكتور معيتك، اللي ماله ماضي ماله حاضر، ماله حاضر وماله مستقبل. بالضبط، في هناك تعاون وتنسيق يمكن مع أغلب المؤسسات الرسمية والمدنية حتى المعنية والمهتمة في هذا الموضوع في الأردن، لكن هناك كمان جانب مهم اللي هو القوات المسلحة الأردنية، في تعاون وفي تشبيك ما بينكم بين القوات المسلحة مستمر. شو ركزنا في هذا التعاون إذا صح التعبير؟ أخي الكريم، هاي المؤسسة العسكرية احنا نعتز ونفتخر فيها، واحنا نعتز فيها، وهذه المؤسسة للأمانة هي ساهمت بشكل كبير جدا في تطور هذا الوطن الغالي، وبشهادة جلالة سيدنا يعني هم الأوفى وهم الأصدق وهم الأخلص. فإحنا بنعتز ونفتخر في هذه المؤسسة. لدينا مذكرات تفاهم وعمل مشترك مع كثير من المؤسسات سواء كانت الجامعات أو الوزارات، لكن فيما يخص قواتنا الباسلة احنا عندنا مذكرة تفاهم مع التوجيه المعنوي، قمنا بعملية أرشفة وثائق وصور تم تزويدنا بها من قبل التوجيه المعنوي اللي بتحكي بطولات وتضحيات وتاريخ قواتنا الباسلة. أيضا احنا الآن نعمل على عقد دورات تدريبية لكافة مرتبات القوات المسلحة، تخرج من الدور فيما له علاقة بمؤسسة إجراءات إنفاذ قانون حق الحصول على المعلومات بين قوسين أرشفة الوثائق، يعني تخرج من هذه الدورات حوالي 196 متدرب ما بين ضباط وما بين ضباط صف وما بين أفراد. أيضا احنا مستمرين الآن بيساعدونا أيضا في مجال الدورات اللي لها علاقة بالتصوير بالمونتاج،
وأيضا تزود المكتبة الوطنية بوثائق وصور تحكي بطولات بعيد وبكرر وتضحيات قواتنا الباسلة، لأنه أنا كمكتبة وطنية يجب أن أزود بالوثائق كي أنقل فيما بعد زي ما سألتني قبل شوية، أنقل هذه البطولات وهذه التضحيات للأجيال القادمة بعد 100 سنة 150 سنة بده يصير هذا عبارة عن أرشيف توثيقي. نعم. يعني إحنا نحكي القوات المسلحة والمكتبة الوطنية بالنهاية إحنا رسالتنا واحدة، لأننا نحكي عن تاريخ الأردن العريق واللي إحنا نعتز فيه. لابد من قبل النهاية دكتور إن نحكي عن التطلعات الفجن أو الرؤية المستقبلية للمكتبة. لاحظ أخي الكريم، من رؤية المكتبة الوطنية بأنها ذاكرة وطن يجب أن توثق، فنحن نعمل الآن على فهرس أردني موحد، وأنا اسمح لي يعني أقرب الفكرة، كل ما تقتنيه المكتبات الأردنية بكافة أنواعها سواء كانت الجامعية أو المدرسية أو مكتبات الوزارات أو المؤسسات تكون تحت مظلة المكتبة الوطنية، ويكون هناك نسق واحد في عملية التوثيق. ثانيا نقصد المكتبات العامة، المكتبات العامة والمتخصصة والمدرسية وكل أنواع المكتبات بغض النظر عن تبعيتها، شامل الجميع. نعم. إضافة إلى ذلك احنا بنشتغل الآن على موضوع مؤسسة، إنه مؤسساتنا تأرشف وثائقها، إنه الكوادر اللي موجودة في المؤسسة العسكرية أو المؤسسة المدنية قادرة على أن تقوم بعملية الأرشيف كي تحفظ وثائقها ونستطيع ننقلها للأجيال القادمة. كلنا معنيين بهذا. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، أشكرك المدير العام للمكتبة الوطنية الأردنية الأستاذ الدكتور نضال العياصرة، كل الشكر يا دكتور وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك أخي أحمد، ومرة أخرى كل الشكر وكل التقدير وكل العرفان للقائمين على هذا البرنامج وإلى كافة إخواننا منتسبي القوات المسلحة. هذا واجبنا وشرف الدكتور حبيب. مشاهدين الكرام، بعد قليل باقي فقرتنا شمال الوطن، فلا تذهبوا بعيد.
تحرص القوات المسلحة الأردنية دائما على إقامة العديد من التمارين التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة التدريبية لدى مرتباتها. نعم أحمد، ومنها التمرين الليلي صقور الهواشم 4. نتعرف مشاهدين على فعاليات هذا التمرين في هذا التقرير مع الزميل علي عبيدات، لنشاهد. مشاهدينا، نحن معكم الآن لمتابعة مجريات تمرين الصقور الأردنية. الصقور اليوم تنهي تدريباتها المضنية لتتأهب لتنفيذ تمرين صقور الهواشم. كونوا معنا. تابع نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد تمرين صقور الهواشم 4 الليلي ضمن فعاليات تخريج دورة الطيران التعبوي المتقدم 13. واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز عن التمرين الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التدريبية لدى الطيارين والعاملين في النقل الجوي وتأهيل عدد من الطيارين الإناث على طائرات ليتل بيرد للمشاركة بالواجبات الليلية والنهارية كسابقة في سلاح الجو الملكي. ويسعى التمرين لتعزيز قدرة المشاركين على تنفيذ العمليات المشتركة بكفاءة عالية والتعامل مع الظروف الطارئة من خلال التخطيط والتنفيذ لعمليات البحث والإنقاذ القتالي والتعاون بين سلاح الجو الملكي والأجهزة الأمنية. ونفذ التمرين مرتبات قاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية بمشاركة مجموعة الملك عبد الله الثاني للقوات الخاصة ولواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدخل السريع والشرطة الخاصة في مديرية الأمن العام. ولهم من اسمهم نصيب، مرتبات سلاح الجو الملكي كانوا ينفذون تمرين صقور الهواشم بالسرعة والدقة والقوة. رقيب أول على عبادات إلى استديونا شمال الوطن. في صفوف الجيش تنبثق قصص الشجاعة تروى بألوان الفخر والإخلاص، هي ذاكرة يحفرها البطل بمجد وبطولة وتظل شامخة في سماء المجد والعزة، لتبقى ذاكرة الجيش شاهدة على العزم والتضحيات الجسيمة. متابعينا، مع فقرة من ذاكرة الجيش نستذكر معكم وبكم محطات تاريخية قيمة.
إن فخرنا واعتزازنا بالشهيد لا يعادله أي فخر، فإن رحل بجسده سيظل خالدا في ذاكرة وطنه. نعم، فستبقى ذكراكم تروي قصة الوطن ببطولاتكم وتضحياتكم. والآن مشاهدين مع فقرة شهداؤنا وسيرة الشهيد البطل النقيب الطيار أشرف فايز سليمان. يا شهيدا أنت حي، ما مضى دهر وكان ذكرك الفواح يبقى ما حيينا في دمانا. أنت بدر ساطع ما غاب يوما عن سمانا، قد بذلت النفس تشري بالذي بعت الجنان. هانت الدنيا ضرة كانت جمانا، فارتضيت اليوم عدنا خالدا فيها مصانا. التحق الشهيد النقيب الطيار أشرف فايز طيفور بالخدمة العسكرية في سلاح الجو الملكي برغبة شديدة بأن يكون صقرا من صقور سلاح الجو كما رواها لنا والده. معروف عنه أول شيء بأخلاقه العالية، وحقيقة يعني لما كان طفل صف ثالث كان يصلي صلاة الفجر، وكان دائما حريص انه يعني على مواظبة الصلاة. فابني كان يعني عنده شغف للطيران وعنده حب وعنده انتماء، واحنا معروف يعني عندنا الأردنيين كلنا عندنا انتماء. حلق أشرف حاملا قلادة الشهادة ليطرق باب رحمة رب الكون، لتحضنه أنهار وبساتين الجنة وخلال تحليقه في سماء المملكة. وحاز ببطولته على الشهادة التي لطالما حلم بها، كيف لا وقد شهد لأشرف زملائه بالكفاءة والعزم والوفاء. وكانوا بطلعة تدريبية يعني خلنا نقول روتينية، صار فيها الخلل، طبعا نزل بالمظلة، قذفة المظلة بشكل أفقي، وأجا يعني جسمه على منطقة صخرية، فابني ظل بحالة غيبوبة لمدة شهر كامل، وطبعا الله أخذ ودعته. من لا يخدم هذا الوطن بشرف ورجولة لا يستحق أن يدفن في ثرى هذا الوطن، احنا كلنا في داء لهذا الوطن. هنيئا لك يا أشرف ولمن سبقك من أبطال هذا الوطن، هنيئا لذويك الذين لهم حق الفخر والاعتزاز بما قدمت وبما جادت به روحك للظفر بإحدى الحسنيين. صلة الرحم من الأمور الواجبة على الإنسان، وهي بمثابة الحبل الوثيق الذي يربط بين لآلئ عقد واحد. نعم أحمد، فالإحسان إلى ذوي القربة فعل محمود وواجب. وفي فقرة الكلم الطيب يحدثنا فضيلة الإمام الملازم سيف الدين المحسن أكثر عن صلة الرحم، لنتابع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم إخواني في كل مكان بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، إن الإسلام دين الصفاء والوفاء والمحبة والإخاء والبر والصلة والإحسان. يقول الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإن من الإحسان الذي حث عليه دين الله عز وجل وجاء الترغيب فيه في شرعه ألا وهو صلة الأرحام، فإن الله عز وجل قد عظم من شأن الرحم وأعلى من قدرها، بل وقرن الوصية بها بتقواه جل في علاه. يقول الحق سبحانه:
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم، أي فاتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولكن بروها وصلوها وأحسنوا إليها. أيها الأحبة، إن من تعظيم الإسلام لشأن الرحم ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟ قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فهو لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن تعظيم الإسلام لشأن الرحم أيها الأحبة ما جاء من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. أيها الأحبة، لقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية بصلة الأرحام من أول رسالته وبداية بعثته. جاء في قصة إسلام عمرو بن عبسة السلمي أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله عز وجل. قال: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واعلموا أحبتي أن من فضائل صلة الأرحام أنها سبب لسعة الرزق وكثرته وراحة القلب وطمأنينته وزيادة العمر وبركته. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. واعلموا أحبتي أن صلة الأرحام قربة من القربات وطاعة من الطاعات، إذ أنت وصلتها كلها، من وصلك ومن قطعك. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون لي، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار في أفواههم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال معك ظهير من الله عليهم ما دمت على ذلك. ختاما أحبتي، أسأله جل وعلا أن يصلح حالنا وأحوالنا، وأن يرزقنا البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. نرفع الرأس ونرفع البوري ونقدم للوطن تحية على الرأس، يا محلى شعارنا للفخر، حنا أردنية، حنا أردنية، يا محلى الوطن ويا محلى الخير في جاد، مرابيعه والجود من أهله، فين ولد الكرم ويا محلى وطننا. إلى هنا مشاهدينا ننهي معكم فقرات برنامج نشام الوطن، نلقاكم الأسبوع المقبل، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.